مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم في هذا العدد الجديد من 60 دقيقة حقيقة. كما عودناكم، كل ضيوف هذا البرنامج سيكونون من فئة المثيرين للجدل والذين لهم باع وتاريخ بكل المجالات. ضيفنا لنهار اليوم قضى 11 سنة لاعب دولي في كرة السلة للفريق الوطني، ثم انتقل بعدها إلى العديد من المناصب، وكان أبرز منصب تولاه مكث فيه 18 سنة كرئيسا للجنة الأولمبية. ارتبط اسمه بالعديد من القضايا الرياضية سواء والقضايا الداخلية. تحدث عنه الإعلام كثيرا مؤخرا. كانت له مشاكل مع وزراء سابقين للرياضة، لكن بقي الوحيد الآن الذي يمثل الجزائر في لجان دولية، وهي كرئيس للجنة أو للجان الأولمبية الإفريقية الوطنية وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية. أكيد عرفتوا ضيفنا لنهار اليوم، مرحبا بك في مصطفى بيرف. شكرا على الدعوة، السلام عليكم. أود أن أشكر قناة شروق على حسن الضيافة وعلى الدعوة، وإن شاء الله ربي يوافق الجزائر ويوافق الرياضة الجزائرية ويوفقك أنك تكون ناستين دقيقة حقيقة إن شاء الله الجميع. وكالعادة مشاهدينا الكرام، أسعد دائما بأن يكون معي الزميل المتألق هشام موفق وفي منح إضافة في هذا البرنامج. مرحبا بك هشام. مساء الخير بلال، مساء الخير لرئيس مصطفى براف ولجميع المشاهدين. إذن سيد مصطفى براف، أبدأ معك ولو لعجالة عن مسارك الرياضي حتى يكون مدخل، ثم نذهب إلى العديد من الملفات التي أنت أدرى بها ونحن كذلك ندرى. مرحبا بك خويا. مسارك الرياضي بدأ بكرة السلة 11 سنة في الفريق الوطني. نعم، 11 سنة في الفريق الوطني، وفي نفس الوقت كنت في الخدمة الوطنية في سنة 1976 إلى 1978 كنت في الفريق نتاع الدرك الوطني، مسبقا لعبت في الاي اس بي دي تي ولعبت في الراما وكملتها في اليو اس ما بحب واحترام. كنت كقائد الفريق وكمدرب وكلاعب اساسي. يا انت من مناصرين فريق اتحاد العاصمه. نعم، واعلنت ان هذا سابقا رغم ان العديد من المسؤولين يرفضون البوح بانتماءاتهم الرياضيه. الياسما في الدم. ماشي في الدم ولكن في القلب. في القلب. اذا سيد مصطفى بيرف، بعدها انتقلت لتولي العديد من المناصب، من بينها 18 سنة على رأس اللجنة الأولمبية. أنا مش رح نسألك وصرفها 18 سنة، ولكن رح يكون سؤال بعده، لكن السؤال هو من يقف وراء مصطفى بيرف الذي مكث في هذا المنصب لهذه المدة بحماية قوية جعلته يرد كل خصومه ويخسر معه كل خصومه؟ من كان يقف وراء مصطفى براف؟ هل هم أشخاص أم مؤسسات؟ بكل صراحة. والله بكل صراحة نقول لك الشيء اللي بالك خلاني في هذا 18 سنة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عرق جبيني وحنت يدي. ممكن بالك تتخيل بأن فيه أشخاص، ولا والله ما فيها أي شيء، إن ربي سبحانه والكفاءات والخدمة والاجتهاد. نعم. ونظن بأن أنت عارف باللجنة الأولمبية ما فيهاش ولو عندها علاقة مع الدولة، لأن الميثاق الأولمبي يقول بأن لازم يكون تنسيق تام مع الحكومات، ولكن
نقدر نقول لك بأن في ذا الأوقات هذه 18 سنة والله حتى نهار ما كلمني واحد من الدولة وقال لي دير هكذا ولا دير هكذا. لكن كنت تكلمهم لما تحس بالخطر؟ لا، كيكون أمر عميق، أمر خاص بالجزائر المفروض تتكلم مع الوزير، تتكلم مع الوزير الأول، تتكلم مع مسؤولين في رئيسة الجمهورية، في كل ما كلمتهمش. قال الناس راه يتخلط لي، الناس راه يكدا، وقفوا معنا. هذيك في الرياضة معروفة، في الرياضة خاصة في كرة القدم، في اللجنة الأولمبية، في بعض من الرياضات اللي عندهم أحساسيات وعندهم قيمة كبيرة في المجتمع، ألعاب القوة فيها يعني تنقدات وكذا، لكن الإنسان لازم يرفع المستوى ويكون عندما واحد يكون مسؤول على الشيء الإيجابي ومسؤول على الشيء السلبي. نعم. ونظن بأن اللجنة الأولمبية الجزائرية في السنوات هذو حصلت على نتائج جد إيجابية. نعم، راح نتكلموا على الحصيلة على اللجنة الأولمبية. السؤال هو ربما يخبر على بال أي كان، كيف لمصطفى بيراف الذي كان يشغل رئيس مدير عام لأسواق الفلاح تيجا أن يترك هذا المنصب ثم ليلتحق بالرياضة بنيفولا، يعني ماكش تخلص من اللجنة الأولمبية؟ أنا كنت في الحقيقة كنت نخدم في لونالي، أنا بديت الخدمة يعني مصغر لونالي، واللي أعطاني فرصة باش نخدم في لونالي هو السيد بشير رويس الله يرحمه، الكوموندو النهرو كما يسموه، ونتفكر خير طول حياتي، يعني هو اللي أعطاني فرصة ودخلني نخدم لونالي. قعدت طلعت كنائب مدير، ومن بعد كمدير، ومن بعد جاتني افيكتاسيون العنبة، لورلي أست كي داروا لا ريستركتوراسيون، داروا أورلي أست. في لورلي أست في الحقيقة درنا مجهودات كبيرة، درنا المصنع نتاع باتنا والمصنع نتاع سطيف، كان من المنتجات نتاع الفريق اللي كان في لونالي تاع ليست، أورلي سميوه أورلي. وأنا جوزت تقريب 7 سنين في عنابة. نعم. الحق ناس كورما، ناس شرق، ناس كورما، ما كاش نهار نقولها ونعاودها، ما كاش نهار وين كنت سيليباتير، ما كاش نهار وين يعني كليت رمضان وحدي ولا كل يوم في دار. نعم. حسن الضيافة، وبعد كثرة عليا حبيت ندخل للجزائر. كان واحد الإنسان يستهل كل الاحترام، طلع والي في بليدة، كلمني وقال لي جيت خدم معايا لأن الولاية راهي فارغة وما فيها والو وكذا وكذا، وانت شفت كبير ناشط وكذا وحاب تدخل الجزائر، راك هنا في الجزائر وبليدة راهي قدام الجزائر. طلعت شفته وقال لي شوف خير واش وين تحب تخدم، هذه ولا هذه ولا هذه. يعني أنا اخترت أسواق لأنها كانت تابعة لوزارة الداخلية، هي تابعة لوزارة التجارة. اختمت تماك، ومن بعد كلموني في المنصب نتاع مدير العام تاع لوكو لوفيس دي كومبلكس أولمبيك هنايا. خدمت تقريبا حدتولك مشاكل بعدها؟ نعم، حدتولك مشاكل بعدها في الأسواق في الحتى مشكل؟ لا، ما كان حتى مشكل. نعم. كان سيري دمالك الله يرحمه برحمة الله، كان رئيس الحكومة، عيني كمدير عام في نادي صنوبر، وقعدت في نادي صنوبر حتى 96 انضم. 96 رحت للانتخاب نتاع اللجنة الأولمبية، ربحت تعبرت بالمشاكل. انا درك بديت نفهم شكون يقف وراءك. كلوب ديبا، نادي صنوبر، ولا ما كانش عنده هذاك الوقت نفس اللي كان عنده؟ لا، كان يا اخي كانوا خرجوا منه وكسروا كلش وكذا، الزعماء تاع ذاك الوقت الله يرحمهم
بالأغلبية. لا ما كانش، أنا قدمتي يعني. نعم. حتى سيدة مالك الله يرحمه عندما كلمني إش قال لي في المكتب نتاعو نتاع رئيس الحكومة، قال لي أنت أنا ما نعرفك ما تعرفني، الملف نتاعك والخدمة نتاعك هاو وين وصلتك، ونورمال موت وصلك الكتر الله يرحمه في قبره. نعم. قال لي لكن هني عينتك باش تدير هذا. نعم. مصطفى بيراف توليت المنصب هذا 18 سنة تاع رئيس لجنة الأولمبية، خلال 18 منتخب. سنة منتخب 18 سنة منتخب، يعني راهي حاجة كبيرة. لا الحمد لله. ولكن خلال هذه الفترة كان عندك طموح لتولي منصب وزير للرياضة؟ لا أبدا. يقولوا أنا نقول لك ماذا هذا الخيالي نتاع بعض من الوزارة. نعم أنا جايك خليكم ترد كيما تحب، إذا ما حبيش ترد عندك الزر الأحمر نذكرك أنك توقف تعبز عليه. تعبز عليه بعد بلاش ما قلتليش من الأول. معليش أنا ذكرتك دوك، ولو أنه أتمنى أنه ما تعبزش عليه. كان عندك طموح، حاولت كذا من مرة أنك توصل لمسؤولين نافذين في الدولة، طلبت منهم تعيينك وزيرا للرياضة، حددوا لك مشاكل مع وزراء الرياضة السابقين لأنك كنت تطمح لهذا المنصب وكنت ترى أن نفسك أنك الأحق بهذا المنصب، ولكن كان دائما نيجاتيف طريقة سلبية. والله غلط. أنا أسألك، أنا لا أعطيك معلومة ولا أعطيك خبر موضوع. غلط غلط. الشيء اللي أنا في حياتي طول حياتي ما حبيتوش المنصب هذا. لماذا كان المشاكل ديالك في وزارة الرياضة؟ في اثنين مرات اقترح علي المنصب هذا وبكل احترام وكذا وزلقت العام. باش نقول لك يعني رفضت؟ ماشي رفضت، لكن دبلوماتيكية جبتها شوية كذا. لأن الإنسان كيكون حر و المنصب نضمن المنصب في الجزائر اللي أصعب واللي فيه أصعب هو منصب اللي تمثل بلادك، هو منصب وزير. ومنصب وزير يعني الناس تحسب سهل وراه وزير وهكذا، يعني الأمور صعبة جدا. نعم نشوفوا هشام موفق طلب التدخل. نعم هشام. مساء الخير بلال مجددا وسي مصطفى بيراف. على ذكر اسواق متيجه كانت سبب في دخولك السجن. نعم عاود سؤال هشام. اسواق متيجه كانت سببا في دخول سي مصطفى بيراف الى السجن، ما خلفيات هذا الموضوع؟ والله انا الموضوع هذا خرجت فيه براعه. نعم. وعطوني 3 ملايين دينار انا ذاك تعويض والحمد لله. نعم كنت سيد مصطفى بيراف ضمن مجموعة من الإطارات الذين تم وضعهم أثناء تولي الوزير أو رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد ويحيى آنذاك، هو كان متولي وكنت ضمن هذه المجموعة من الإطارات، ثم خرج أغلبكم براء. هذا يدل بأن الأمر كان في خطأ وكان عنده أسباب أخرى نظن. يعني شكون يفكر في المساحات الكبرى نتاع المتيجة؟ يعني لو أنت تعرف بعض من الأسلوب نتاع السياسة كان عندها يعني اقتراض آخر، وظن باللي احنا المهم المصاب. أنا درت ألم يحن الوقت اليوم لتقول من كان يقف وراء هذه العملية؟ ما تشوفش بلي من واجبك اليوم أنك وأنت كنت من الناس اللي ضحوا بهم من أجل عملية بيع أسواق الفلاح هذه، أو عملية مؤامرة ما سمي آنذاك بأسواق الفلاح، ما جاش اليوم الوقت لنكشفه أو لتقولونا من كان يقف وراء هذه العملية؟ أنا فيما يخص أسواق الفلاح غيرت الاسم وغيرت الريجيست كوميرس وصبحت مساحة كبرى تاع المنتجة وصبحت حتى تستورد من الخارج المواد الأساسية القهوة كل
وبأشعار يعني مغيرة بالبزاف وناقشة بالبزاف على الأشعار اللي كانت أنا ذاك تستوردها بعض من المؤسسات تاع الدولة. والمشاكل تاع انت عارف بأن الأمر ما هو سهل اللي يدخل ما بين زوج فراد كاوش شراد. دخلتوا ما بين زوج فراد. انضمنا هشام عندك تدخل؟ شفتك طلبت توضيح. لا فقط يجيبني على سؤالي من كان سببا في دخوله السجن. هو يريد مصطفى براف أن يتهرب من الإجابة وأنت ساعدته بلال، لكن أريد هذا لم أساعده أنا. لا هشام فقط نوضح لك، أنا ما ساعدتوش، بالعكس أنا ذهبت مع أبعد من هذا. قلت لك، سألتك سيد مصطفى براف، قلت لك ألم يحل الوقت اللي تقول لنا من كان يقف وراء هذه العملية؟ هذا سؤال ليس هروب هشام، ردا عليك الآن لك أن تتدخل مرة أخرى. تفضل. لو سؤالي من كان سببا في دخوله السجن، من كان وراء الوشاية؟ وش نقول لك؟ نقول لك بأن فلان وفلان وفلان والله يتكلموا على الأشخاص معيش. هذه القضية صارت في 96. أنا كنت مدير عام تاع نادي سنوبر وإقامة الدولة، وكان عندي يقال أن مسؤولا في الأرندي هو سبب ذلك. كان عندي تقريبا 7 سنين ولا من اللي خرج من المساحات الكبرى، وكي خرج من المساحات الكبرى بصفة مستعجلة لأن رئيس الحكومة طلب مني باش نروح المنصب واحد آخر. بعدها بسبع سنين اللي يعني كانت سبب. وبعد ربما هشام عنده اسم المسؤول اللي في الأرندي، يعطينا الأسماء هشام. والله يقال أنه مع وزير للشباب والرياضة، مع رئيس الحكومة الأسبق سي أحمد أويحيى، ثم أحمد أويحيى تراجع أو عرف أنه قد أخطأ فأصر عليه أن يدخل انتخابات 2002 وأعطاه عهدتين، تزكية عهدتين من 2002، عهدة انتخابات 2002 ثم انتخابات 2007. هل صح الخطأ أويحيى؟ أنت راك سألت وجاوبت، طلعت سؤال ودرت الجواب. يعني راك يعني كانت هل هذا صحيح؟ والله لو تسامحني ما راحش ندير الجواب. زر. إذا سيد مصطفى براف هذا الشيء اللي درته بتأسف عليه، لكن أنت عارف أنا ما أتكلمش على الناس اللي راهم في ظروف صعبة. لو الناس كانت في ظروف مرتاحة نتكلم ونتحمل المسؤولية. أو لا تطلق الرصاص على سيارة الإسعاف، هكذا تريد أن تقول. سيد مصطفى براف من الرياضة، نبقى في اللجنة الأولمبية وصراعاتك مع الوزراء. وزير للرياضة تولى هذا المنصب، أو ثم بعدها بعدما جاء الرئيس السابق المرحوم عبد العزيز بوتفليقة تم تنحية هذا الوزير من هذا المنصب، أو لم يجدد فيه في الطاقم الوزاري الجديد. طمح هذا الرجل وكان له مشاكل بعدها مع مجموعة رئيس بوتفليقة، لأنه مشى في انتخابات 2004 مع جماعة بنفليس، بعدها غضبت عليه السلطة. شكون هذا؟ سأتحدث عنه. ثم حاول أن يترشح مرارا إلى مناصب في الرياضة، ولكن مصطفى براف كان دائما يقف ضده أو يوقف كل مساراته. أتحدث عن سيد درواز، وهذا ما صرح به الأسبوع الماضي 60 دقيقة حقيقة. ذكر اسمك أكثر من 3 مرات في مشاكل حدثت لسيد الدرواز، ولك حق الرأي. وقدم لك الشيء دي ثبت هذا الشيء؟ لا للأمانة ما قدم. خلاص انتهى الموضوع. لو قدم أي شيء دي ثبت، أنا سمعت باللي تكلم عليه وتكلم على البروفيسور تهمي. نعم. لكن وقيل عنده خلافات في التاريخ. أنا الوقت ما صراو له المشاكل أنا ما كنتش في اللجنة الأولمبية، ولكن كنت تقف وراء اللجنة الأولمبية، يعني تقف وراء الستار. ما تقدرش تكون ما تكون مقصي وما زالك تأخذ القرارات. حقيقة ما الذي حدث بينك وبين درواز؟ ما هي المشاكل التي بينكم؟ والله درواز ما يتكلم ويصر
على أنه بيراف كان من أسباب توقف مساره لمدة 21 سنة. أنا مانيش من الأونبال، أنا من الباسكت أولا، ثانيا قلت لك الوقت وين صاروا له المشاكل أنا ما كنتش في المسؤولية، كنت سحبت 4 سنوات هذه من 1900 و 2013، كنت خارج اللجنة الأولمبية وخارج الرياضة الجزائرية. نعم. والحدث اللي صار له في 2012 صار له في 2012. نعم. هو يقول أنه يقول له خليني نقل لك أنا ما قاله لي، أعطيك حق الرد في الطرف لأنه اسمك تداول في هذا البلاطو 3 مرات أو أكثر. لابان آنذاك كان من يقف أو وصفه درواز من يقف وراءه هو مصطفى سيد مصطفى بيراف، وحسن مصطفى كذلك كان صديق معروف أنه صديقك، لهذا يقول ونتحمل كل مسؤولية، لهذا يقول أنه بيراف هو الذي كان وراء تحريضهم ضدي. والله ما عندي حتى علاقة مع المشكل تاعه، والمشكل تاعه عنده عمقات أخرى، ولو تتكلم مع الرجال اللي كانوا في المناصب آنذاك يقولوا لك بأن كل ما فعلنا لفائدة تاع السيد هذا باش نعاونوه باش تتنحلوا هذه الأراضي سوافي وباش يعاود يولي للمناصب، وأنا ماني محسد من غير، يعني ما يقول العنقة تعرف العنقة وش يقول. نعم يقول وماني محسد من غير. إذا أنت سيد مصطفى بيراف بالعكس ساعدت درواز؟ والله ساعدته، وما نقدرش ندخل في التفاصيل، والسيد ماهوش هنا، لو هو هنا نقول له. هو تكلم الأسبوع الماضي. أنا مش هنا باش ندير لكن أنا نتكلم ما مشي. تكلم في الغيبية، أنا ما نتكلم. حضرتك أنا ما نتكلمش في الغيبية تاع الناس. نعم هشام. يعني أنا جاوبتك، قلت لك بأن إحنا ولو أنا والبروفيسور فهمي بكل احترام ليه. نعم. والله ما عندنا اي دخل في الامور نتاع الاخ هذا، ولو دخلنا في مصلحته والشيء اللي يثبت اللي عنده الوثائق اللي تثبت بهذا الشيء، انا عندي الوثائق اللي تثبت هذا الشيء، واللي عنده وثائق اخرى تبين ما عندك السيد مصطفى بيراف. تبين العكس يتفضل مرحبا به. نعم هشام يتحملوا المسؤولية، كل واحد يتحمل المسؤولية تاعه. خلينا نعود الى الوثائق. السيد مصطفى بيراف خلينا نساعدك شوية وقلنا ايه ولا لا. أيه. يتداول في بعض نعم يتداول في بعض الاوساط الرياضية انه سي محمد عز درواز ارتكب خطأ في محفل دولي رياضي دولي، وتم استقباله بغير الصفاء الحقيقية له، وكان تدخل من طرفك مع حسن مصطفى من أجل لملمة هذا الموضوع دون الدخول في التفاصيل، هل هذه القصة حقيقية؟ نعم أنا راني نقول لك باللي تدخلت من طالب نتاع أخي وصديقي البروفيسور تهمي. أنا كان وزير آنذاك صح؟ أنعم الناس كان وزير، طلب مني لأنه هو من عائلة كرة اليد، طلب مني باش نتدخل، وتدخلت في مصلحة هذا السيد، وإلى الأسف ذكر اسمه أعطوه فرصة باش يروح. يعني قصة حقيقية أنه انتحل صفات غير صفته، باش أعطوه فرصة باش يروح يعني يتفاهم معهم ولا يمد الجواب اللازم حق الدفاع، لكن ظن هو ما العكس ما أرفض باش يروح. طيب انتم وقفتم الى جانبه من اجل ملمة الموضوع، لماذا الان في كل مره يتهمك انت ويتهم تهمي؟ انا اقول لك خويا العزيز بان من هنا سيد مصطفى بيراف الوزير بروفيسور تهمي من عائله كره اليد. نعم. وبان دخل عليه عده مرات واعطاه كاع المساعده اللازمه، لكن الى الاسف الامر قاعد مطروح، وهو يعتبر بأن العكس بالك الشيء اللي عملنا به ما كانش في المستوى. هذه هي النية الصافية نتاعنا. نعم إجابتك واضحة سيد مصطفى بيراف. مع الوزير آخر وهو وزير الرياضة سيد برناوي،
والذي كانت حرب خرجت للعلن بينك وبين الوزير، واتهمك في يوم ما أنك تريد تسيير قطاع الرياضة من خلف الستار، ليس كوزير ولكن كوزير مخفي أو كما سميت أنا ذاك من طرف الصحافة الجزائرية. إلا عنده شيء يثبت هذا الشيء مرحبا به، أنا ما عندي حتى إشكال مع السيد هذا. دارته الدولة في الوقت بعد الحراك كوزير احترمه وربي سهل عليه لو. ولكن كان معروف انه السيد برناوي كان من المقربين لك. نعم كان كل يوم ياكل في داري، تعرف انت واحد كل شيء ياكل في دارك. وانا راني نقول لك بان السيد هذا الشاب قلت انا تليفون، لو قالوا لي تمدوا لولدك ولا تمدوا لوليه انا كنت نقول لهم ان مدوه لوليه. مش سبب الخلاف اللي داك؟ كلم معه انا ما عنديش خلاف معه، شوف معه الخلاف اللي يعني. هل بداية التحضيرات لألعاب البحر الابيض المتوسط؟ والله ينظن بالك كان عنده طموح باش يولي رئيس اللجنة الاولمبية، وانا كنت مستعد باش نساعده، لان انا في 2017 وتقدر تسأل قاع الجماعة حماد بن مرقة كلهم، قلت لهم نغادر الساحة، وما محبوش قالوا لي زيد 4 سنوات هذا وروح نوجدوا روحنا، لأن هذه مؤسسة عندها قيمة كبيرة وخذت طبع عالمي وكذا. كمل هذا 4 سنوات، أنا كنت مريض، قالوا لي كمل هذا 4 سنوات، قلت لهم نروح اللي مريض نروح نحبس شوفوا واحد فيكم نعم وننطلقوا. هو صرح السيد برناوي في قناة الشروق أو على قناة الشروق، قال أنه سيد بيراف كان يريد التحكم في كل ما يتعلق بالتحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكنت ضد تنصيب سليم إلاس على رأس هذه اللجنة. لا ما عندي حتى إشكال، أنا تكلمت مع رئيس الحكومة مع وزير الأول سامحني، بلغت له رسالة. سيد بدوي. سيد بدوي بلغت له رسالة أن لازم يكونوا الكفاءات اللي كاين في وهران قبل من اللي كاين في الغرب يعملوا، لأن الحدث جرى في الغرب، مش ممكن كل المسؤولين يجوا من الجزائر يرقدوا في الوتال ويأكلوا ويشربوا في الوتال 5 إطوال ويخدموا ويعملوا بالألعاب البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط هذه مدينة وهران هي اللي كانت تحتضن هذه الألعاب، والجزائر تحتضن هذه الألعاب. كتبتها ومديتها البوملقة قرأتها رسميا في اجتماع نتاع الحكومة الجزائرية، لكن البعض اعتبروها بأن أنا ما عندي حتى خلاف مع حتى واحد. وكانت هذه اللجنة فشلت، يعني على حسب تصريحات سيد درواز قال انه لو استمرت او كنا في 2021 نعم ما كانش الكورونا كنا ما نقدروش ننظموا الالعاب بسبب تلك اللجنة. الامر هذا خاص بمسؤولين الدولة وياخذوا القرارات اللازمة وهما اللي عندهم قاع المعطيات، انا ما عنديش المعطيات درشنا حقيقة. السيد إلاس خرج بخرجة ملك نساء بأن في بعض من الأحيان ساعدته بزاف أنا في الكاريير تاعه، ولكن والله المؤمن مصاب ومسامح، والحكاية هذه تعب مصطفى بن رافي حبي يسير نسير، أنا مريض ونسير نعم مدى تكلمت على المرض. ألعاب البحر الأبيض المتوسط متاع وهران نجحنا لأن كنا مشينا فيها كرجل واحد، اللجنة الأولمبية مع الدولة، واللي كان على رأس النجاح هذا كانت اللجنة الأولمبية متابعة مع المتابعة كانت مع السيد لامامرا حاليا، ونشكره بالمناسبة
حاليا وزير الخارجية. الخارجية. هذا هو يعني النجاح كان اللجنة الأولمبية و مينيست دي زافير إترونجار. لا ثالثة لكم؟ نعم. لا ثالثة؟ نهضر لك في الصح. تحدث عن اللجان واش الأشخاص؟ نهضر لك في الصح يعني نهضر لك راني نعطيك الصح. نعم. أنا كنت نعمل كممثل اللجنة الأولمبية ماشي كممثل ماشي كبراف مصطفى. كممثل اللجنة الأولمبية، اللجنة نعم. الأولمبية اللي نجحت. لأن اللجان الأولمبية تاع البحر الأبيض المتوسط اللي نعم. صوتوا نعم. على البلاد اللي تحتضن الألعاب. نعم. سنعود إلى هذه النقطة، هشام. بخصوص ذكر اللجنة الأولمبية حبيت نعرف رأيك سي مصطفى بيراف على تمثيل اللجنة الأولمبية الدولية للجزائر، تمثيلها في الألعاب البحر المتوسط، كيفاش تقيمه؟ كان يعني كان تمثيل جيد؟ مستوى التمثيل أنا أتكلم. لازم تعرف بأن كعضو في الأيوسي أنا سفير اللجنة الأولمبية الدولية في الجزائر وفي إفريقيا، لأن أنا في اللجنة الأولمبية الدولية لأن رئيس إفريقيا. أنا سفير اللجنة الأولمبية الدولية في كل إفريقيا. ما كانش قادر يحضر الافتتاح ولا الاختتام؟ لا، هو كان عنده التزامات أخرى عيني، والله أنا قلت له لو تعين واحد آخر ممكن، أنا ما يغنيش الحال نشارك كمواطن وكوليد البلاد. قال لي لا، أنا عينتك أنت لأن أنت رئيس إفريقيا والألعاب البحر الأبيض المتوسط تجري في إفريقيا وأنت هو رئيس إفريقيا، ودرت المجهود. مش عارف أنا نحس أنه جوابك هذا دبلوماسي سي مصطفى. لا والله ولو والله على هنا لو كان فيه أي خلاف نقول لك. نعم سيد مصطفى بيراف، ما دام تحدثت أنت عن المرض شفاك الله أولا وإن شاء الله كل العافية أتمناها لك إن شاء الله. حتى من ناحية المرض راجت الكثير من الأخبار حول سبب مرضك، فقيل أنه أصيب بجلطة دماغية نتيجة للتحقيقات التي فتحت ضده، وكتبت آنذاك بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية حتى نكون واضحين أكثر أن السيد مصطفى بيراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رئيس يأمر بمنع مصطفى بيراف من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفره. هل هذا صحيح؟ جواز السفر نتاع مصطفى بيراف عمره ما غادر البيت تاعو على كل حال. نعم. هذه نأكد لك بها. حاجة أخرى ما عنديش معلومات، ما كان عندي حتى معلومة على الشيء هذا. ثالثا باش تعرف من 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 الواجب من أسلوب الدولة تحقق مع أي إنسان. نعم. وإحنا لازم نكون تحت لأنه يصير الرقابة تاع المؤسسات الدولة بدون أي إشكال يعني. ونتيجة التحقيقات أنك اليوم راك قاعد معنا في بلاطو. أنا اللي قاعد معك في بلاطو، أنا حقيقة صار لي المرض. نعم. هذا لأن درت تقريب نظن 20 ولا 21 جولة طيارة للألعاب البحر الأبيض المتوسط. جي فيزيتي 21 بي من لهنا من البلاد للبلاد من البلاد للبلاد. من أجل جلب الأصوات. ايه والحمد لله النتيجة كانت إيجابية والمرض على كاع الناس. أكيد ربي يشفيك إن شاء الله. هذا ما كان هنا الحمد لله. شكون هي الدول اللي كانت رافضة أن الجزائر تحتضن هذه الألعاب؟ كانت ضد، كانت كنا في المقارنة مع تونس. نعم. وتونس كانت عندها يعني كفاءات كبيرة وإمكانيات كبيرة، لكن نظن باللي الحمد لله ما داوش الألعاب لأن ما كانوش يقدروا ينظموها. ولكن من بالكورونا وبالمشاكل اللي عشناها في. نعم. من هي الدول التي كانت ضدنا؟ هما فقط تونس. لا تونس لأنها كانت منافسة. كانت منافسة. ربحناهم بزاف على كل حال.
كاين انت عارف كل لجنه اولمبيه عندها ثلاثة اشواط. نعم. تمدها في الصندوق. وبعض من البلدان داروا زوج اشواط للجزائر، واحد لتونس، صوت للجزائر زوج اصوات، يعني غيروا. ما كانش واضحه شكون هو. ما كانش واضحه لكن انا عندي فكره على لما من انا نتكلموا على جرأة السيد مصطفى بيرا في حاجه صارت بالتاريخ. كاين بلدان اللي ما صوتوش على الجزائر، كاين بعض من الشخصيات ما صوتوش على الجزائر. من اعطينا بعض الاسماء يعني، بعض الشخصيات. والله ما تهربليش هذه المره سيدي مصطفى بيرا، لانه لو هربت لي هذه المره هشام راح يزيد يعاود يقول لي راك تعاود فيه، وكذلك المشاهد راح يقول لي راك خادمه معاه. اذا ماذا بيك ما تهربليش حتى من مرقوع سيدي. نضم في 26 دوله كانوا سته ما انتخبوش علينا. شوف هذا باش نعطيك صورة على اللي انتخبوا علينا. اصحاب لي بالكون، تعرف لي بالكون، الالباني، لاكرواسي، دول البلقان، ايه هذوك صوتوا علينا. ما صوتوش علينا، ما صوتتش علينا. فرنسا صوتت نص بنص، لعبت كعادتها فرنسا. ايه نص بنص، نص مع تونس ونص مع الجزائر، طونا وبلا. لان ما كانوش متفاهمين هما بيناتهم، بين ثلاثه ما كانوش متفاهمين، كل واحد صوت كما يحب. الرئيس صوت على الجزائر، الزوج الاخرين مشكوك فيهم. على كل حال ايطاليا نفس الشيء، صوتوا على زوج اصوات على الجزائر، صوت على تونس. اسبانيا نفس الشيء، يعني كاين بزاف لي سيتي ديسبيرسي الفوت ايتي ديسبيرسي. المغرب هما جابوا المغرب المغرب انضم صوتوا على الجزائر. المغرب انذاك صوتوا على الجزائر. شخصيات رياضيه هناك، شخصيات رياضيه واللجنه الاولمبيه صوتوا على الجزائر. قلت كاين اللجنه الاولمبيه الممثل تاعها كان عضو في الانوكا. كنت خدمته. إذن السيد مصطفى بيراف دوما في إطار هذه الألعاب البحر الأبيض المتوسط، مصطفى بيراف سحب من البنك 1 مليون دولار، ثم نقاط استفهام راجت حول هذا الخبر وهذا المليون دولار. مش عارف إذا راه عندك الآن ولا لا. لا راه عندي، وأنت مأكد بلي راه عندي، نقسموه. قصة الواحد مليون دولار الأخيرة يعني، قصة فارغة هذه. أنا ما نظنش بأن في الجزائر العميقة والمستمرة يعني يكون واحد يقدر يروح البنك ويدير الفاليزة يقول لهم عمروها مليون دولار. ولكن كانت صدرت المعلومة في جريدة، على الأقل جريدة من جريدة تكلم على أشياء اللي بالك ما تعرفهاش، بالك البعض منهم. ولكن كان مليون دولار. مليون دولار كاينة، أنا جبت 2 ملايين دولار للجزائر. أنا براف مصطفى كنائب الأول للجان الأولمبية الإفريقية آنذاك، جبت 2 مليون دولار وكرئيس اللجنة الأولمبية، مضيت اتفاقية مع رئيس اللجنة الأولمبية الإفريقية جنرال بانافو آنذاك، قلت له باش ننظموا لازم لنا 2 مليون دولار، عطاونا 2 مليون دولار، مليون دولار باش نعاونوا لجنة التنظيم. قلنا للوزارة آنذاك هاو مليون دولار في حقكم باش تعاونوا التنظيم. هما قالوا عندنا الفلوس، احنا الدراهم الدينار عندنا، لكن مليون دولار عندنا مشكل مع لجنة التنظيم نتاع الألعاب البحر الأبيض المتوسط، يسالونا 1,180,000 دولار نضم، وبالفعل ما عندناش الميزانية ما خصتناش هذا 1,100,000 دولار، ماذا بكم تنقلوها
مباشرة ومن بعد ساحل ودرنا عليها بي في وكاين دي بروف كاين دي بروف وكلش ونقلناها والامور ومن بعد ساحل هذيك عاودوا رجعوا لكم ولا عاودت ولات اتفقنا مع وزارة الشباب والرياضة باش يرجعوها لكن بعد اتفقنا باش يرجعوا مليون دولار رجعوها رجعوها وال 180 ألف دولار اتفقنا باش يرجعوها بالدينار رجعوها بالدينار والامور راهي عاديه ما يعني الاموال راهي في بلاصتها راهي في مكانها ولو يحبوا يمدوا لنا مليون دولار مرحبا شو نقول لك اذا في هذا الاطار بالذات سي مصطفى بيرا لما نتكلموا او تخرجت هذه القضيه تاع مليون دولار انت قلت بلي مديت 2 مليون دولار لماذا طيلت هذه الفتره هذه وانت ربما سميت اعتقد في احد التصريحات قضيه ما حدث لك في فتره معينه بلي هناك مؤامره ضدك من تقصد ماذا تقصد بالمؤامره ومن تقصد بالمتآمرين والله لو ندخل في الغموقات هذه وما نقعدوش في السطحيات لازم الغموقات سيدي ناس سيدي ناس داتك شوف ناس منعتك من السفر قالوا انه دا مليون دولار وقالوا دا اكدا وانت مازلنا في السطحيات سيدي على الاقل رد او ليس رد حنا حبينا توضيح لانه المواطن لما يقرا ولما يسمع من جهه يقدر يامن ولكن لما يسمع الرد حتى يقدر والله غادي يعرف والرجال تعرف الرجال والبلاد هذه كل واحد عنده تاريخ تاعه انا ادفعك للاجابه بكل الوسائل نعم انا ادفعك للاجابه ادفعك للاجابه تدفعني شوف نجاوبك لو عندها فائده للمجتمع هل ترى المجتمع هذا المتفرجين هل ترى يعني سعادة بهذا الشيء واحد يسب في الآخر واحد يتكلم في الآخر والآخر يجاوب الآخر نرانا جزائريين كاع قلنا نطويو صفحة اللجنة الأولمبية عندها مسؤولين جدد خلوهم يخدموا ربي سهل لو هما لاحظوا بأن فيه أي خلاف ولا فيه أي عندهم حق باش يدفعوا شكوى للمحكمة ويتبعوا المجرمين احنا رانا في دولة القانون نعم نظن بأن طيل 18 سنة سيد مصطفى بيرا وأنت على رأس هذه اللجنة كل الفلوس اللي مشات في هذه اللجنة ايه ماذا استفاد او ليس اللجنه الاولمبيه ماذا استفاد مصطفى بيراف منها ما دام ما كنتش عندك اجر فيها انت لازم اولا تعرف بان اللجنه الاولمبيه عمرها ما طولها شي بونشان منين كانت تجي فلوس الفلوس نتاعها كامل سبونسور لي بارتنير شركاء اللجنه الاولمبيه الدوليه مش لازم تعرف هادشي نعم دراهم أموال الدراهم اللي مدتهم الحكومة الجزائرية يعني عندما احنا نخلصوا نديروا تكون ألعاب البحر الأبيض المتوسط ولا الألعاب الإفريقية ولا وناخذوا على حسابنا المصاريف كامل على حسابنا بطلب من الوزارة ومن بعد نتلاقاو نتحاسبوا ويرجعوا لنا دراهمنا نعم يعني عمرهم ما مدوا سيبفونسيون قال سبيسيال كوميتي ولا هل خليت اموال في خزينه اللجنه؟ انا خليت تقريبا 3 ملايين دولار نظن يعني 30 مليار نعم وخليت 500 مليار نتاع الاقامات و في شومبوناف وين كنت نلعب باسكت انا صغير مقابل اماره نتاع 11 طبقه فيها الميوزي وفيها الاكاديمي الاولمبيك والحمد لله وانا فخور بهذا الشيء في اللجنه الاولمبيه 6900 متر مربع في بن عقلون في وهران العماره اللي راهي فيها لجنة التنظيم حبة بحبة
تعاودت. كانت هذيك كانت لونسيان دايره دوران راحت تريب، عاودناها استثمار وترميم تام، والحمد لله راهم فيها رجال ونساء اللي راهم يخدموا الحمد لله. في تامر راست مساحه في تامر راست ونزيد وفيلا في بن عقلون الحمد لله واحد دار الواجب. يو راه خليتو مساحات سيد براف مساحات تاع اراضي. خلينا المقر الحالي تاع لجنه التنظيم كان يعني الدائره القديمه خرجنا منها تقريبا واحد 40 شاحنه تاع ناف، وعاودناها كامل الترميم تاعها كان، ودرنا مبليناها وكل شيء، والحمد لله الناس هاي تخدم فيها. نعم راهي صالحه للمجتمع. نعم سأعود الى لك مع المشاكل التي تخيرت مرحله وجودك. جبتني ضيف غير على المشاكل. لا يعني. فقط لانه كانت هناك كنت محل ربما محل حديث الصحافه لما تكون محل. لا احنا ما نكرناش الانجازات، ما نكرناش الانجازات اللي قدمتهم سيد مصطفى بيرافو. وبدون لا تملق ولا احتاج منك اي شيء، ولكن في فتره توليك لهذه المهام كانت الكثير من الانجازات على مستوى اللجنه الاولمبيه او على مستوى الالعاب اللي او المشاركات اللي كانت تشارك فيهم الجزائر. الحمد لله اللجنه الاولمبيه هكذا لاباس. نشوفوا هشام نعاودوا نوليو. اذا هشام مادام رانا في الاموال خلينا نطرحوا سؤال على واحد من الرياضيين النخبه. نعم بلال. قلت له هشام يحب الحديث عن الاموال. ايه نحب نفطر عليها. فيه رياضي من رياضيي النخبه تكلمت بعض الاوساط على انه وقعت فضيحه، وقع فيه تزوير، وانتم غطيتم عليه ولملمتم الموضوع. يعني شكون هذا الشخص؟ دار الفضيحه هو رياضي. نعم من اجل اخذ المنحه اللي كانت موجهه لرياضي النخبه وقعت هذه القضيه. هذه صح المنحه هذه تجي من عند وزاره الشباب والرياضه. انتم لملمتم القضيه. ها لملمتم الفضيحه اراد ان يقول هشام. يعني لميتوا الفضيحه. احنا خبينا عليه محسوب. لا سترتوه. ها سترتوه يعني عاونتوه ولا باش يتجاوز هذه المرحله القضيه؟ سؤال لي هشام شكون هذا؟ يعطيني اسبو بالك يعني سقسيو كاينه هذه القضيه. لا ما كاش ما يقدرش. شوف حنا حتى هاد لي بورش اولمبيك وكذا الايوسي عندهم عده مؤسسات. نعم. اللي تراقب. نعم. فيها رقابه شديده. لو دولار يخرج من وما تكونش يعني التحقيقات اللازمه فيه مشكل عميق. كل لي سيبفونسيون يحبسوا. نعم سيد براف دائما في اطار اللجنه الاولمبيه. سيد احمد من المقربين منك او على الاقل من المحسوبين على مصطفى براف. ماشي محسوب يعني مقرب. ايه بصح ماشي محسوب. لما نتكلموا من ناحيه الدحقوا هذا. نعم. بطل اولمبي سابق وتعلم وعنده كفاءات نعم. انا مش فقط باش ندخل لانه هذه اللجنه الاولمبيه هي باختصاص زميله هنا بكاي وهي بطله هذا الرياضات، ولكن انا فقط اريد نحب نحوس فقط على واحد النقطه. يقال انه اليوم من يقف وراء اللجنه الاولمبيه كذلك في قراراتها سيد مصطفى براف، هل حقيقه ما زلت تتدخل في هذه اللجنه؟ لا بكل صراحه لا ابدا. عرفنا سيد حماد كذلك سيد عندما نتدخل اعرف بان نتدخل للمصلحه العامه، وما ندخلش للمصلحه العامه الا في اللجنه الاولمبيه الجزائريه، اللجنه الاولمبيه التونسيه، سنتر افريك. البارح كنت في نيجيريا. نعم. لو البارح كنت في غانا. هذا الدور تاعي رئيس افريقيا مسؤول ومنتخب من طرف كل اللجان الاولمبيه الافريقيه. لو اي طرف يطلب المساعده نكون نوقف معه. سؤال بخصوص اللجنه الاولمبيه سي مصطفى براف.
البعض يتكلم على أنه استغللت بعض وسائل اللجنة الأولمبية لمصالحك الخاصة، وبعض يتكلم على سيارة الكادي. وش حكاية هذه سيارة الكادي اللي تستغلها لأمورك الخاصة؟ كاينة من هذه الحكاية ولا لا؟ سيارة كادي. نعم. المدام نتاعي عندها سيارة كادي، أرزقها، شريتها في عند الممثل نتاع فولكسفاغن، هاي عندها درك تحب نبعث نبعث يعني. إذا كان كانت سيارة كادي قضية فساد، يا ريت كانوا كل قضايا الفساد في الجزائر في سيارة من هذا النوع. ما لازم تعرف بأن في البعض من الناس يمشوا بالخيالي ونسمحوا لهم، لأن بالك في بعض من الأحيان تحكموا سرقوا ولا غلطوا ولا داروا الدوباج وتقصوا من اللجنة الأولمبية الجزائرية من فضل قرار متاعي، والقرار اللي خديته أنا باش نحمي الجزائر. ما نقدرش نغطي على واحد يدير الدوباج، ما نقدرش نغطي على واحد يشير فاكتورة تاع $100 يديرها $200. حددت هدية؟ نعم حددت عندكم؟ تحت صراط وتأكدت، وكانت عندنا لجنة قامت بالواجب وجابت لي الكونكلوجن التفاصيل وخذيت القرار اللازم. فيما يخص من؟ ما نقدرش نشارك أنا مع الناس اللي سرقوا ولا الفاكتورات يزوروهم وكذا. من هم؟ اللي راهم يهضروا درك، اللي راك تشوف هادو $1,000,000 بلنا والكادي وكذا، هادو ما قاع داخلين في هذا الإطار. اللي راهم يسربونا بلادنا. فهمني؟ داخلين في هذا الإطار. وربي يسمح لهم إن شاء الله. العدالة راهي حكمت عليهم على كل حال. واش حكمت عليهم؟ حكمت 3 شهور سجن و$200,000,000 خطية. من هم؟ الأسماء إذا أسماء العدالة حكمت الأسماء. هادو اللي راهم يتكلموا في بالتخبية وفي ودي احنا شوف كما قال لك نون بيبليك، الكاين اللي يهضر عليه بالخير وكاين اللي يهضر عليه بالشر. نعم أكيد أكيد، لكن اتهامات وواحد كيكون في المسؤولية يتحمل مسؤوليته وياخذ القرارات. في بعض من الأحيان يكونوا يعجبوا الناس وفي بعض من الأحيان ما يعجبوش الناس. لكن الاتهامات لما توصل أنه توسخ ناس، هاد الناس ما نقدروش نقولوا ربي يسمح لهم، ولكن نقولوا يا إما العدالة عدالة الدنيا أو العدالة توكلهم العدالة الإلهية. أنا أشوف باش تعرف باش نكونوا صراحة بعضنا بعض. نعم. اللي تكلموا عليا وداروا مؤامرات عليا وكانوا عندهم طموح، كانوا كل واحد كيفاش عنده السيستم تاعو في مخو، انا مسامح لهم. اللي هضر على عيالي وعلى بنتي مانيش مسامحه طول الحياه، وباش يعرف مليح ماهوش مسامح طول الحياه. المدام تاعي وبنتي ما عندهم دخل في اللجنه الاولمبيه، المدام تاعي عمرها ما دخلت اللجنه الاولمبيه. تامن ولا ما تامنش؟ تهضر على 18 سنة عمرها ما دخلت البيرو. كي تجيني اللجنة الأولمبية تقعد برا. هاد الناس هادو ما عندهمش ثقافة، ما عندهمش التربية وما عندهمش ثقافة رجولية. تهضر عليا هضر عليا وقابلني لكن هادو منافسين في القطاع الرياضي. لا فامي يفو با توشي على هادو. منافسين في القطاع الرياضي؟ نعم هادو المنافسين في القطاع الرياضي. في بعض من الأحيان. لماذا وصل قطاع الرياضة في الجزائر إلى هذا الحال الذي نراه اليوم؟ الأمور بدأت تتحسن، نظن بلي الناس هادو اللي داروا المشاكل هادو تقصاو والأمور بدأت تتحسن والنتائج بدأت تبان، ونظن بلي أن دعم رئيس الجمهورية سيد رئيس الجمهورية للأبطال عنده أهمية كبيرة. عندنا سنوات وسنوات وإحنا مطالبين في هالشي. الحمد لله اليوم الرئيس قال لازم هذا الابطال هذو ندعموهم حتى للالعاب البحر حتى الالعاب تاع 2024، لان بدون دعم تاع الدوله حتى الرياضي ما يقدر ينجح. نعم. لو سالتك سيد براف عن مسارك، طيله مسارك في اللجنه الاولمبيه كيف تقيمه؟ من 1 إلى 10. ما تمتش فقط 10 لانه هشام ينوض فوق الكرسي مباشره. لا نقول 9.
أنا نقول 9. من ناحية الإنجازات؟ من ناحية الإنجازات الرياضية. الرياضية القيمة تاع اللجنة الأولمبية في الساحة الدولية، الإنجازات المالية، الإنجازات البشرية، الناس تعلمت تخدم، الأمور راهي تمشي في الساعة الحمد لله. هل الجزائر قادرة على حلبان كأس إفريقيا كما روج اليوم عبر وسائل الإعلام الدولية أن الجزائر أبدت نية لاحتضان كأس إفريقيا أو للترشح لاحتضان كأس إفريقيا بكل صراحة؟ سمعت أمس بأن فيه نيجيريا مترشحين وفيه عدة بلدان، تتكلم على 2025. نعم. في مكان لاغينيا. نعم في مكان غني. نظن مع نيجيريا كاين علاقات جد إيجابية، وفيها باش تكون على علم تايكس فورس طلقناها في عندها اليوم مسؤولين نيجيريين أمس كانوا هنا في الجزائر. مسؤولين الرياضة سياسيين. لا سياسيين بما يخص الرياضة، وزير الرياضة، وزير الرياضة تاع نيجيريا، وزير الرياضة تاع غانا، و وزير الرياضة نتاع مصر، خلقوا تيكس فورس في تقريبا عندنا 4 شهور ولا تاع العلاقات باش يزيدوا في العلاقات. ونظن بلي هذا الموضوع لازم يتدرس في هذا الإطار، لأن حس باعتباري أن لاغينيا ما تقدرش تنظم، والبلدان الكبرى اللي تقدر تنظم حاليا الجزائر ونيجيريا، لازم يتفاهموا. نعم. هل تشوف ونظن العلاقات اللي عندهم في السياسة ولا في أي شيء علاقات جد إيجابية و... نعم. إقصاء المنتخب الوطني من نهاية كأس العالم بقطر كانت عبر بوابة وعبر بوابة فضيحة، كان بطلها الحكم قاسما الله لا يزيد يفكرنا في اسمه. هل تشوف باللي غياب اللوبينج أو اللوبينج الجزائري في اللجان الدولية لكل الرياضات جعل الجزائر ضعيفة أمام هذه الهيئات الكروية؟ الحقيقة أنت الوحيد الآن اللي يكتمت الجزائر في الخارج في أفريقيا. الحقيقة نقول لك بأن في بعض من الأحيان وفي عدة رانديفو، نعم مواعيد، الجزائريين كانوا ضد الجزائريين. المشكل العميق هو يعني أن بعض من الناس في الجزائر ما تفرقش ما بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، يصبح واحد يتكلم على واحد راه مترشح والجماعة تحفر له. أنا في الحقيقة باش نقول لك، عندما كنت في الأنوكا نائب الرئيس في عدة مرات، كانت الحفير ديبارتو منين وتقريب قاع المعلومات يخرجوا منها. المعلومة الأخرى، احنا قاعدين في الكورونا مشكل عميق، قاع الجزائريين واحد ما يخرج، وهما يدعموا منا، يدعموا في بعض من المترشحين، يقولوا مرشحوا روحكم، أو مصطفى ما يقدرش يخرج من الجزائر، عنده يستيان ما يخرج، ما يجيش الانتخابات، يعني تصبحوا وحدكم أو ما هوش جاي، ويدعموا فيها ويدعموا في المترشحين اللي ضدي. الحمد لله ربي ما كان فيه غير الخير. نعم. والتدخل بكل صرامة دع الدولة، وكنت في الانتخاب في الموعد وربحت وخرجت بليستيا. إذن سيد مصطفى براشي هشام، كش ما عندك سؤال أخير لأنه انتهى الوقت البرنامج؟ والله عندي سؤال لكن قديم، منش عارف حول المرسوم ما كان لنقول لك الكلمة المعتادة.
405 اللي هو متعلق بتكييف القوانين، وكان خلاف كبير بين سي مصطفى بيراف واعتقد قيدوم في حينها. صح، قيدوم خويا و كان ايضا عفوا مجددا كان فيه تدخل من رئيس الحكومه اعتقد او رئيس الار ان دي احمد ويحيى، وانت رضخت استسلمت يعني، وكان غريب استسلام تاعك. اجابه في بايجاز فقط سي بيراف لانه انتهى الوقت. الله يرحمه سي قيدوم كان صديقي واخي، وكانت محبه كبيره بيني وبينه، وهو عندما كان في المنصب من تاع وزير جمعهم قاع قال لهم ما كاش وزير واحد، قال لهم كاين زوج، انا وزير ومصطفى وزير، كيعطيكم تعليمات طبقوهم يعني باش نقولوا. ومن بعد دخلنا في مغامره اخرى ما نضرش جات منه، قال لك قاع الاتحاديات عندهم خلاف من هنا. نعم تفضل كمل. قال لك قاع الاتحاديات عندهم الا جوله واحده تاع 4 سنوات ومن بعد يغادروا كامل. فهمناهم، قلنا لهم كاين بعض الرياضات وين ما نسيبوش رجال ونساء مختصين، وحتى واحد كيكون منتخب غير يعرفوه الناس في الخارج يصبح خارج. نعم يعني بروبليم. انا درت غلطه، ومن بعد قلت كيف الرئيس بوتفليقه ما عنده كل العهدات اللي يحب، وهذو فيدراسيون صغيرين 4 سنوات صبحنا في مشاكل كبار. قال كليما صباح في الليمة. صباح في الليمة. شكرا لك سيد مصطفى بيراف رئيس اللجان الأولمبية لإفريقيا الوطنية، أتمنى لك كل التوفيق. لا أحد ينكر ما قدمته كرياضي أو على رأس اللجنة من إنجازات رياضية وهيكلية اللي اليوم تكلمت عليها خلال هذا البرنامج. كل ما كان ما هناك انه كان لابد نوضح بعض الامور معكم. الحمد لله لك بالشفاء. حبيت نجيب كلمه معليش. تفضل. بما يخص الالعاب البحر الابيض المتوسط. نعم. الالعاب البحر الابيض المتوسط نقول لك من احسن العاب جرات منذ انشاء ده من غير 1975 في الجزائر. نعم. وممكن كانت ألعاب يعني عندها قيمة كبيرة في تونس في 2001، لكن الألعاب هذه تاع وهران مدت طبع آخر. الألعاب البحر الأبيض المتوسط كانوا هابطين للأرض، وهران والجزائر هما اللي رفضوها ورجعوها للمكان تاعها الحمد لله، وهذا من فضل قاع الناس اللي تعاملت في هذا الإطار، وعلى راسهم رئيس الجمهورية يعني المستشارين تاعو وكل المصالح تاعو كانوا واقفين على كل شيء. يعني فيما يخص النتائج الرياضية راهي أمال كبير باش إن شاء الله تكون نتائج في المستقبل. نعم. من نوع قاع الرياضيين هذو النجاح، وبالمناسبة نهنيهم على النتائج. شكرا لك وشكرا. سيد مصطفى بيراف هشام موفق، شكرا لك كذلك على وجودك معنا في هذا البرنامج. شكرا بلال. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية عدد اليوم من 60 دقيقة حقيقة، على أمل أن نلتقي الأسبوع القادم مع ضيف آخر كذلك سيكون مثير للجدل ومثير للتساؤلات. ما بقى لي إلا نقول لكم سلام.